بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذه الانطلاقات المسائية ضمن هذا المهرجان السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. تنطلق هذه الأسماء، تتواجد هذه الشعارات ضمن هذه الأشواط المفتوحة الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة في هذا الملتقى، في هذا التحدي. نبدأ مع هذا الشوط مع انطلاقة سادس أشواطنا، شوط خاص بالقعدان تويوتا لاند كلوزر بيك أب بالانتظار. أبدأ هنا مع البداية وتابع الصدارة شديد هنا على أول المراكز لهجن الشحانية بمتابعة وتضمير جابر بن سالم بن فاران، بينما وتابع القادم مع ثاني المراكز وتابع الوصول. وصل الفولت لهجن الشحانية بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل القادم في هذه اللحظات، بينما أتابع من الجانب الآخر الوصول والانطلاق. مشاهدينا الكرام، وصل هيت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني حمد بن طالب الجربوع المري، من يتابع في التضمير، بينما وتابع رابع المراكز وصول من شعار هجن الشقب. من يتقدم في هذه اللحظات؟ سهراب يتقدم مع رابع المراكز بمتابعة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، بينما خامس الأسماء هناك القادم والتواجد من سياف لهجن الغرافة بمتابعة وتضمير سعيد بن راشد الزعبي. هذه الأسماء، هذه التحديات الأولى للمراكز الأولى المتقدمة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة هنا مع البداية. من غير على الصدارة؟ هيت يغير لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني، يتقدم في هذه اللحظات. يتابع في التضمير حمد بن طالب بن عمارة، من يتابع في التضمير، من ينطلق إلى الصدارة، بينما يتابع ثاني المراكز شديد لهجن الشحانية الشعار الأدعم القادم مع ثاني المراكز بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران. وهناك سهراب، الله الله، بدأ بالاقتراب، بدأ الانطلاق. مشاهدين الكرام، الله لهجن شقب، يتقدم سهراب بمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ولكن شوف القادم، شوف التحدي من الفولت لهجن الشحانية، الله الله الله، قادم في هذه اللحظات هنا مع ثاني المراكز بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب، يغير هنا مع ثاني المراكز. ولكن شوف القادم، وصل سياف لهجن الغرافة، وصل أيضا بمتابعة سعيد بن راشد الزعبي. الله يا الأسماء، الله يا التحديات القادمة في هذه اللحظات. خامس الأسماء هنا القادم مجد لهجن الغرافة بمتابعة سالم بن عامر المدهوشي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة هناك مع الفولت. يغير على مقدمة الشوط لهجن الشحانية بقيادة البرنس، الله 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 الله. ولكن شوف التغيير، شوف التغيير هنا، غير سهراب لهجن الشقب، لهجن الشقب يغير على الصدارة، ولكن سياف قادم. هجن الغرافة، هجن الغرافة قادمة، ولكن الله، الصدارة مع سهراب لهجن الشقب بمتابعة الشهواني الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ينطلق مع الصدارة، يغادر بناموس
المنسي هذا، انشوت سهراب، سهراب على الصدارة لهجن الشقب بمتابعة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، ينتصر في هذا الشوط، يغادر بناموسه مع هذا الأداء الممتاز، مع هذا الانطلاق الرائع، سهراب لهجن الشقب وبمتابعة سعيد بن عبد الهادي الشهواني، من ينتزع ناموسي هذا الشوط بينما وصل في ثاني المراكز سياف لهجن الغرافة بمتابعة وقيادة سعيد بن راشد الزعبي ثالث المراكز، وصل مجد لهجن الغرافة رابع المراكز، كان الوصول من الفولت لهجن الشحانية، وخامسا وصل مشاهدينا الكرام مكرم لسعادة الشيخ فهد بن سعود بن فهد بن عبد العزيز الثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، نعود بالتوقيت الزمني مع سهراب، من استطاع ان ينتزع ناموسي هذا الشوط لهجن الشقب، وتوقيته الزمني 6 دقائق 4 ثواني 29 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشقب، والتهنية للهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. ثاني المراكز وصل سياف لهجن الغرافة ب6 دقائق 5 ثواني 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الغرافة، والتهنية لسعيد بن راشد الزعبي. بينما وصل في ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، نتابع وصول في هذه اللحظات، وصل مجد مع ثالث المراكز، هنا نتابع ايضا الوصول، كان الدخول ما بين مجد والفولت، ناخذ الفوتو فينش في المركز الثالث مشاهدينا الكرام. هنا نتابع من خلال قناة الريان الناقلة لهذه الأحداث وهذه الفعاليات، ومخرجنا أيضا يوضح لنا صاحب المركز الثالث، كان الوصول من الفولت لهجن الشحانية، الثاني أيضا لجار الله بن محمد بطالب بن عقيل النابت، 6 دقائق 8 ثواني 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله.